من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. قصة الابن الضال أو الابن الشاطر زي ما تسميه الكنيسة هي قصة توبة، قصة إنسان عايش مع أبوه وبعدين يضل ويبعد وبعدين في نهاية القصة يرجع مرة تانية، قصة توبة وقصة رجوع إلى حضن الآب. والحقيقة لو تلاحظوا إن الصوم الكبير دايما هو أوان التوبة أو من أفضل الأوقات المناسبة للتوبة، موسم توبة كده. عشان كده الكنيسة تجمع لنا في الصوم الكبير قصص توبة وتحطها قدامنا وتوضحها لنا كده، تبرزها قدامنا، من ضمنها ابن الضال والسامرية الحد الجاي والمخلع وهكذا. والحقيقة في الابن الضال الكنيسة عايزة تقول لنا النهاردة وإحنا في الصوم الكبير، الكنيسة بتقول لكل واحد فينا لازم تحدد موقفك. يا ترى موقفك زي الابن الأصغر وهو في البيت، ولا زي الابن الأصغر لما بعد وضل، ولا تحب تبقى زيه لما رجع؟ وشفنا كل التكريم والمحبة والترحيب وكل اللي عمله له أبوه، ولا أنت أوانا زي الابن الكبير اللي موجود في البيت بالشكل لكنه من جواه بيعيش في حاجة تانية أو حياة تانية غير الظاهرية؟ فيا ترى وجودنا في الكنيسة، يا ترى انتسبنا لاسم الله كأبناء ليه، يا ترى كون ان احنا مسيحيين ده الظاهر احنا أبناء، لكن يا ترى بنوتنا ماشية في أنهي اتجاه وعايشين فيها بأي طريق؟ والحقيقة إن أهم حاجة في القصة دي النهاردة هي حقيقة ربنا بيوضحها لنا تالي في القصة دي بوضوح شديد قوي، وهي حقيقة قبول الله للخطاة مهما كانت خطيتهم. اوعى في يوم من الأيام تقول أرجع لربنا إزاي، ده أنا خطيتي كبيرة، أرجع لربنا إزاي، ده أنا بعدت قوي، أرجع لربنا إزاي، ده أنا زعلته قوي، أرجع لربنا إزاي، ده أنا ناسيه بقالي كتير قوي. كلام ده كله مش صح. بناء على هذه القصة الله يقبل الخطاة مهما كانت خطيتهم ومهما كان سبب رجوعهم. فكروا كده معايا في القصة ديت، هو الابن الضال رجع ليه؟ ايه اللي رجعه؟ هل القصة قالت السيد المسيح لما حكاها قال انه ابتدى يقول يا ابويا وحشني نفسي اروح له، بيت ابويا وحشني نفسي اروح اعيش فيه، هو انا اللي عملته ده كان غلط ازاي، وانا كان جرالي ايه في عقلي لما عملت كده، انا لازم أصحح الخطأ اللي أنا عملته؟ قال كده؟ ما قالش كل ده. أمال إيه اللي رجعه؟ الاحتياج والعوز. يعني تخيلوا هو مش راجع لأنه حن لأبوه أو لأنه بيحب أبوه قوي، لا مش ده اللي رجعه صدقوني. وأبوه قد يكون عارف كده، لكن لما رجع خده بالحضن واستقبله بكل الحب، ما قالوش انت راجع ليه بقى، ما كان معاك فلوس سبتنا ومشيت
ودلوقتي لما انت محتاج ومش لاقي تاكل رجعت لنا، ينفع كده؟ ما قالوش كده، ما قالوش كده خالص. قدم له كل الحب وكل القبول وكل الترحيب، واداله الحضن المفتوح الواسع الجميل المطمئن الحنين، وابتدى يدوقه مرة تانية محبته علشان يرجع للحياة بتاعته. أنا افتكر أو أزعم يعني أن أنا أقول أن الابن ده يعتبر ما تابش غير بعد ما رجع وبقى في حضن أبوه وعاش في البيت، فابتدى يشعر بقيمة البنوة وابتدى يتوب توبة حقيقية. لكنه في الأول هو راجع عن ضيق وعن احتياج وعن عوز. يقول كده: رجع إلى نفسه وقال: كم لأبي من أجراء يفضل عنهم الخبز وأنا ها هنا أهلك جوعا. يبقى اللي مرجعه جوع. أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له. إلى أخ قبول الله للخطاة مهما كانت خطيتهم. وكمان بتدينا إحنا الخطاة درس مهم. لما يجي لك صوت يقول لك ارجع لربنا، ما تشوفش انت فين، ما تقولش انا بعيد قوي، ما تقولش طب لما تبقى تجيلي مشاعر توبة، طب لما تبقى تجيلي مشاعر حب ربنا، لا، استجيب لأي صوت يقول لك ارجع لأبوك السماوي. لأن لو الإنسان ابتدى يشوف مقدار خطيته ومقدار بعده وقد إيه الوحاشة اللي هو عايش فيها، لو ابتدى ينظر لده ممكن ما يرجعش ويقع في اليأس والإحباط. فدايما الحقيقة يبقى الدافع لرجوعنا ثقتنا في محبة ربنا وقبوله للخطاة أكتر ما ثقتنا في توبتنا إحنا ورغبتنا الحقيقية المؤكدة إن إحنا نعيش مع ربنا. لما الإنسان فينا بيرجع لربنا، ربنا مش بيبص لمقدار الخطية ولا بيبص لمدة البعد ولا بيبص لحال الإنسان وهو راجع. تخيلوا الابن الضال ده وهو راجع من كورة الخنازير، كان لبسه شكله إيه وريحته شكلها إيه. خلوا بالكم إن كمان غالبا هذا الابن ترك الإيمان. القصة دي بيحكيها المسيح في أيام اليهود، وعند اليهود اللي يتعامل مع الخنازير يبقى إيه، يبقى نجس. هم كإيمانهم إن لا يتعاملوا مع الخنازير تماما يعني، فكونوا راح واشتغل في كرة خنازير يبقى إيه، ولا فرق مع الإيمان بتاعه. فممكن قوي يكون كمان ترك الإيمان تماما يعني. لكن أبوه ما بصش لكل ده. هذا المثل اللي قاله السيد المسيح في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 15، في بداية الإصحاح خالص في عدد واحد قبل ما يبتدي يحكي قصص وأمثلة التوبة، بداية الإصحاح يقول إيه معلمنا لوقا الإنجيلي؟ يقول: وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا، وابتدى يدي مثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود ومثل الابن الضال. يقبل الخطاة ويأكل معهم. المسيح كان في بينه وبين الخطاة حياة وعشرة، زي ما بيقولوا كده عيش وملح أكل. مش بس بيقابل الخاطي كده بتعال ويقول له خلاص خلاص أنا هسامحك، لا، تعال حبيبي تعال نقعد ناكل ونشرب. المثل اللي قاله المسيح واللي حكى أن الأب عمله مع ابنه الضال، المسيح كان عايشه وما زال طبعا عايشه معانا مع كل واحد فينا. كل واحد فينا كم مرة
بنبعد، كم مرة بنخالف الوصية، كم مرة بنزعل ربنا، كم مرة بننسى ان احنا ولاده، كم مرة بنتدنى في مستوانا لمستوى الحيوانات والتعامل مع الخنازير بيحصل معانا كلنا. لكن لحظة ما نقول له يا رب احنا راجعين نلاقي حضنه المفتوح. قصة توبة جميلة، ومش القوي فيها توبة الابن، لكن القوي فيها محبة الأب وقبوله وحضنه وكل الأعمال الحلوة اللي هو عملها في هذا المثل. والحقيقة لما الكتاب المقدس يقول إن المسيح كان بياكل مع الخطاة اللي بيتوبوا، طبعا ساعات كتير حكاية الأكل في الكتاب المقدس تشير كناحية رمزية، أنا بقولش لما كان معاهم يبقى دي إفخارستية، لا طبعا، لكن بقول تشير كناحية رمزية للإفخارستية. يعني هدف ربنا إنه يقبل الخاطي، إنه في الآخر يبقى في بيننا وبين بعض إيه؟ مائدة، اللي هي مائدة الإيه؟ مائدة الإفخارستية. لأن الحقيقة التوبة لن تكتمل حلقاتها إلا بالاتحاد بالمسيح في الإفخارستية. يعني أنا لو خاطي وقعدت أصلي أقول يا رب سامحني وأتوب كتير في الصلاة وارحمني يا الله كعظم رحمتك وكل الصلوات دي، ده جميل، دي خطوة حلوة. لو رجعت وحسبت نفسي وابتديت أقرر إن أنا أتوب، خطوة حلوة. لو صليت وقلت له يا رب خلاص أنا تبت، خطوة حلوة. لكن كل ده أنا بالفعل تمتعت بالاتحاد بيه وتمتعت بالمغفرة؟ لا، أنا بعمل خطوات تؤدي ومطلوبة ومهمة وضرورية، لكن أنا بالفعل لسه ما تمتعتش بالمغفرة. أنا إمتى بتمتع بالمغفرة؟ لما بفي لقاء بيني وبين، وأخطأت يا أبتاء إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. دي تحصل إمتى؟ في جلسة الاعتراف، وبعدين لما يدخلوا بقى البيت وياخدوا ويقول اذبحوا العجل الايه المسمن، تعال ناكل ونشرب ونفرح. الافخارستية والمذبح، العلاقة مع الله، العشرة مع الله، التمتع، تمتع بيه وبالحياة المقدسة معاه. عشان كده في قصة الابن الضال يقول اذبحوا العجل المسمن او هاتوا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. والأب كان ناقصه أكل، والأكل هو اللي يفرحه؟ لا، هذا الأكل يشير إلى الاتحاد الحقيقي بالمسيح إلهنا من خلال سر الإفخارستية. الإفخارستية هي الإعلان إن ربنا قبلني، التأكيد، الختم على قصة التوبة، النهاية الجميلة لقصة التوبة، تمتع لنأكل وإيه ونفرح. في سفر الأمثال العهد القديم صح 9 يقول، بيتكلم عن أسرار الكنيسة وعن الإفخارستية، فيقول الحكمة بنت بيتها. مين الحكمة هنا؟ ربنا يسوع المسيح. نحتت أعمدتها السبعة. اشمعنى سبعة يعني؟ ها؟ أسرار الكنيسة. حتى لو بناء هندسي يعني ويعملوه على أعمدة، أعتقد يعني إن لو في مهندسين يعني غالبا إن ما كانش يعني دايرة، لو أي بناء تاني بقى مفروض الأعمدة تبقى عدد زوجية، لكن أعمدتها السبعة. ذبحت ذبائحها، مزجت خمرها. فين الذبيحة وفين الخمر؟ على المذبح. أيضا رتبت مائدتها. ربنا بيعد كل ده وبعدين يقول إيه؟ وأرسلت تنادي، تنادي لينا كلنا، هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. ده في سفر الأمثال نبوة عن أسرار الكنيسة وعن الإفخارستية وعن التمتع
بالعلاقة بالمسيح من خلال سر الإفخارستية. الحقيقة لو فكرنا في خطايا الابن الضال اللي هي خطايا كتير قوي، خطايا شنيعة، صدقوني يمكن في الواقع في حياتنا لو ابن عمل كده مع ابوه اعتقد مش كل اب هيقدر يسامح ابنه. يعني لو ابهات من المخ اللي بالكوا فيه ده الناشف شوية ده ممكن يعني مع ابنه يقول له مش عايزك زي ما خرجت روح امشي بره. ده طلب الميراث من أبوه، أبوه حي وساب بيت أبوه، قطع علاقته مع أبوه. علاقته مع أبوه كانت علاقة منفعة بس. لما طلب الميراث ما قالوش قسم لنا الميراث، قال له أعطيني ما يخصني من المال. يعني مش عايز الميراث عبارة عن أرض ولا بيت ولا أي ممتلكات، لأنه ناوي يمشي. يعني لو قال له هو بيقسم هديك العمارة دي قل له لا مش عايز عمارات أنا عايز فلوس. طب تاخد الأرض دي وتبقى ملكك؟ لا مش عايز أرض أنا عايز فلوس. اديني كل الميراث بتاعي فلوس. ليه؟ أنه ناوي ومخطط ومرتب إنه ياخد الفلوس دي ويهرب مع أصحابه الأشرار. وعلى فكرة في موقف الابن الكبير اللي بيقول له انا ما خدتش وعمرك حتى ما عملت لي اي حاجه ولا اديتني اي حاجه، قط لم تعطيني جديا لافرح به مع اصدقائي. على فكره الابن الكبير في الحقيقه كان واخد ميراثه، تصوروا، لانه في المثل لما بيقول القصه يقول فقسم لهما معيشته. يعني هو لما صغير طلب راح قال لهم تعالوا خد انت ميراثك وخد انت ميراثك، فالكبير واخد ميراثه، لكن لانه قاعد مع ابوه فمش شاعر انه واخد اي ميراث، لانه قاعد يعني بطريقه ايه؟ بطريقه شكليه بس. وعلى فكره لحظه ما طلب الميراث كان ممكن الاب يرفض يقول له مش هديك، عايز تمشي امشي. لكن الحقيقة الأب اداله عشان يقول له طب خد وشوف الفلوس هتفرحك ازاي، انت عايش بعيد عني في الخطية خليك بس شوف الخطية هتفرحك ازاي، هتوصلك لإيه، شوف هتبسطك وتفرحك وتريحك ولا لا. عشان كده ساعات لما نيجي نبعد عن ربنا، ربنا مش هيقعدنا معاه بالعافية، مش هيجبرنا على الحياة المقدسة معاه، لكن لما بنبعد احنا ونعرف الفرق بيبقى مشتاقين جدا للرجوع، مشتاقين جدا للايه؟ للتوبة. ربنا يدينا ان احنا خاصة واحنا في هذا الصوم نتمتع بحياة التوبة وحياة الرجوع دايما. الجميل الحياة من اجمل كلمة قالت على الابن الضال رجع الى نفسه، راجع إلى نفسي. دي حتة إيه؟ مهمة جدا. دايما محتاجين نرجع لنفسنا ونراجع موقفنا ونشوف علاقتنا وتوبتنا وحياتنا المقدسة مع ربنا. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.